احنا خدنا طبعا في البايو كيمستري قبل كده يا جماعه ان البولي بيبتايدز المفروض ان هي عباره عن تشين من الامينو اسيدز لينكد تو ايتش اذر باي امايد لينكج. طبعا احنا فاكرين برضو ان الامايد لينكج من الكاركترز بتاعتها ان هي ممكن تتكسر بالبيبتيديز انزيم. الحاجه التانيه اللي موجوده عندنا ممكن تتكسر طبعا بهاي بي اتش او لو بي اتش، وفي نفس الوقت ممكن يحصل دي ناتوريشن لو انا استخدمت هاي تمبريتشر. يبقى معنى كده ان انا هنا اول ما بجمع العينه اللي موجوده عندي المفروض ان انا قلنا قبل كده بعمل بريزرفيشن في ايزوبروبيل الكحول ات فيري لو تمبريتشر. يبقى معنى كده انا استخدم هاي تمبريتشر، مش استخدم هاي تمبريتشر. الحاجه التانيه مش هستخدم حاجه فيها بي اتش عالي ولا واطي. طبعا ديورنج عمليه البيوريفيكيشن المفروض ان انا بستخدم فاكيوم ليكو كروماتوجرافي، برضو ما اقدرش استخدم فيري هاي ولا فيري لو بي اتش. واتوقع هنا ان البولي بيبتايدز بتنزل في الفراكشن اللي هي بتتكون من هيكزين ايثايل استيت 20 80 او ايثايل استيت 100%. ديورنج عمليه الايزوليشن اللي هي عمليه يوزنج الاتش بي ال سي او السيبريشن، يعني برضو نفس الموضوع ما اقدرش استخدم موبايل فيزس موجود عندنا with very high او very low pH. المفروض ان انا بستخدم طبعا زي ما احنا عارفين يعني او قلناها قبل كده ان البولي بيبتايدز لو اتحط على ريفرسد فيز اتش بي ال سي الاستيشن فيز بيبقى ريفرسد، بستخدم المفروض يعني ووتر اسيتونايتريل او اسيتونايترايل او ووتر من ثانول حتى كمان. يعني المفروض ان انا مثلا على سبيل المثال ببدا ب 50 ووتر 50 نيثانول او اسيتونايتريل، بعد كده المفروض ان انا ببدا اقلل البولاريتي. طبعا انا بستخدم ستيشن فيز هنا نون بولر، يبقى معنى كده ان انا ببدا ب 50 ووتر 50 اسيتونايتريل او ميثانول، بعد كده بيبقى موجود عندنا 40 ووتر 60 اسيتونايتريل او ميثانول، بعد كده المفروض بيبقى موجود عندنا 30% ووتر 70% اسيتونايتريل 20% ووتر 80% اسيتونايتريل. يبقى انا بزود الاسيتونايتريل او بزود الميثانول هنا، يبقى معنى كده ان انا بقلل البولاريتي بتاعت الايه الموبايل فيز اللي احنا بنسميها جريدينت اليوشن اناليسيس. طبعا يا جماعه ديورنج اليوز طبعا انا اول ما بفصل البولي بيبتايدز الموجوده عندنا، طبعا انا عارف انها سهل جدا ان بريزنس اوف هيوميديتي او اي ووتر ممكن يحصل لها هيدروليسيس، وبالتالي المفروض ان البولي بيبتايدز بتبقى بريزيرفد في لو تمبريتشر، وفي نفس الوقت يا جماعه بتبقى موجوده عندنا ان لايوفلايزد فورم، يعني الووتر ما يبقاش موجود عشان ما يحصلش عمليه هيدروليسيس. طبعا اهي السبيشال بريكوشنز ديورنج الاكستراكشن، طبعا بعمل اكستراكشن سون وقلنا بنعمل بريزرفيشن في لو تمبريتشر وفي ايزوبروبيل الكحول موجود عندنا، قلنا ان انا بستخدم اورجانيك سولفنت طبعا زي ما احنا فاكرين برضو. فاثناء عمليه السولفنت ايفابوريشن انا بستخدم روتا فيبر، المفروض ان التمبريتشر هنا ما بتزيدش عن 30 درجه اثناء عمليه الايفابوريشن بتاع السولفنت اللي موجود عندنا. والفراكشنيشن قلنا ان انا المفروض ان انا ببدا في الاول خالص بهيكزين وبنتهي بميثانول، وبتوقع ان البولي بيبتايد بتبقى موجوده عندي في الفراكشن اللي هي بتبقى موجوده عندنا 20 هيكزين 80 ايثايل استيت او 100% ايثايل استيت، لانها تعتبر من الحاجات المايلدلي بولر، يعني ولا هي فيري سترونجلي بولر ولا هي نان بولر. فيري سترونجلي بولر تطلع مثلا في الووتر مع الميثانول، ولا هي في نفس الوقت هنا ممكن تطلع مع الانكزين لان هي مش نان بولر طبعا زي ما احنا عارفين، يعني هي مايلدلي بولر. بالنسبه للديبسي بيبتايدز، يعني ايه ديبسي بيبتايدز؟ واحنا فاكرين اصلا يا جماعه ان البولي بيبتايدز بصفه عامه بتتكون من تشين من الامينو اسيدز لينكد تو ايتش اذر باي امايد لينكج، ده الديفينيشن بتاع البولي بيبتايدز. طب الديبسي بيبتايدز، الديبسي بيبتايدز انا بلاقي موجود عندنا هنا تشين من الامينو اسيدز لينكد باي امايد لينكج بس alternating with حاجه تانية موجوده عندنا اللي هي تعتبر اورجانيك اسيدز لينكد تو ايتش اذر باي استر جروبس زي ما احنا شايفين. يبقى انا عندي هنا حاجتين، عندي الامايد جروب اللي موجوده عندي اللي هي موجوده في البولي بيبتايدز العاديه، وعندي كمان موجود عندي استر لينكج اللي هي موجوده في الديبسي بيبتايدز. عشان كده لما اجي احط هنا البيبسين كانزيم اللي هو البيبتيديز تايب على الديبسي بيبتايد هيبدا يكسر لي اللينكجز اللي موجود عندنا اللي هي الامايد لينكج، بس مش هيقدر يكسر الاستر لينكجز.
وبالتالي هيبقى لي جزء من الديبسي بيبتايد يعني نون دايجستد او نون هيدرولايزد باي البيبسين. بمعنى كده البيبسين بيعمل انكمبليت دايجيشن او انكمبليت هيدروليسيس للديبسي بيبتايد. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه طبعا زي ما احنا شايفين هنا، لو جيت هنا حطيت الكومباوند اللي موجود عندي ده في الانفراريد، المفروض ان انا بيبقى عندي مينلي تو فانكشنال جروبس زي ما احنا شايفين كده، تو فانكشنال تو مين فانكشنال جروبس، واحده منهم هيبقى موجود عندي فيها امايد والثانيه هيبقى موجود عندنا عباره عن استر لينكجز. من الكاركترز بتاعت الاستر لينكجز بصفه عامه ان انا الكربونيل جروب اللي موجود عندي هنا في الاستر المفروض انها تظهر تقريبا عند 1730 سنتيمتر ماينس 1. بينما بص الاقي موجود عندنا هنا في الحاله ديت الحاجه الثانيه اللي موجوده، ان انا ببص الاقي موجود عندنا الكربونيل جروب اللي موجوده عندي في استر لينكج، احنا قلنا مده شويه في استر لينكج بتظهر لي عند 1730، هنا المفروض بتظهر لي تقريبا عند 1650 سنتيمتر ماينس 1. يبقى انا كده في رينج كبير موجود عندنا زي ما احنا شايفين. يبقى معنى كده ان انا بالبيبسين ما بيحصلش، بيحصل incomplete digestion. الحاجه الثانيه باي انفراريد بيظهر لي سيجنالز موجوده عندنا في الرينج الخاص 1730، وده بيبقى سبيسيفيك بالنسبة للإستر لينكجز أو الكربونيل جروب اللي موجودة في الإستر لينكجز. عند 1650 بيظهر لي هنا الكربونيل جروب اللي موجودة في الأمايد جروب أو الميثايل أمايد جروب. هنا لو أنا هشتغل عامل أيزوليشن للمارين بولي بيبتايدز، المفروض إن أنا طبعا بجهز جهاز بتاع الإتش بي إل سي اللي موجود عندنا، بعد كده بعمل إنجكشن للعينة، والكلام ده هناخده بالتفصيل في الترم الثاني، وخدناه طبعا في الادفانسد او في الانسترومنتال اناليسيز يعني، او الادفانسد تكنيكس فور انسترومنتال اناليسيز في الاناليتيكال. المفروض ان انا هنا في الحاله دي بحقن العينه بتاعتي، هنفترض ان هي فيها اربعه بولي بيبتايدز بيتفصلوا ويظهر لي بيكس بالشكل دوت، يبقى دي الاربعه بولي بيبتايدز اللي موجوده عندنا، اتفصلوا الاربعه بولي بيبتايدز. ببدا طبعا اشوف انه واحد منهم البايو اكتيف. طبعا المفروض عشان نبقى عارفين يا جماعه البولي بيبتايدز بصفه عامه تعتبر مايلدلي بولر، يبقى استخدم هنا الى حد ما ريفرسد فيز او يعتبر نون بولر ستيشنري فيز في الحاله دي. نون بولر ستيشنري فيز يبقى هبدا في الحاله دي بولر موبايل فيز اللي هو 50 مثلا ووتر 50 اسيتو نيترايل. بعد كده ببدا اقلل البولاريتي، طبعا اقلل البولاريتي يبقى بنتهي بالايه بالميثانول او بنتهي بالاسيتو نيترايل كموبايل فيز موجود عندنا هنا. يبقى معنى كده انا بستخدم جريدينت ايلوشن اناليسيس. طبعا هو المفروض ان انا في احسن ديتكتور ممكن استخدمه حاجه اسمها فوتو دايود اري ديتكتور او بيسموه بي دي اي. فوتو دايود اري ديتكتور الحاجه الاولانيه طبعا بيبين لي هل الكومباوندز اللي موجوده عندنا لو هي فيها كونجوجيتد دبل بوندز او تعتبر كالرد، لان هو بيقيس لي الحاجه من 200 ل 800 نانومتر. ده ديتكتور افضل طبعا من بقيه الديتكتورز اللي موجوده عندنا. لو انا هستخدم مثلا سنجل يو في ديتكتور او سنجل ويف يو في ديتكتور، هنا بيعمل لي ديتكشن عند ويف لينس واحده بس. يعني معنى كده ان الكومباوند مثلا لو انا ظبطت، لو انا كان موجود عندنا سنجل يو في ديتكتور، لو انا ظبطت اللامدا ماكس هنا عند 280 يبقى مش هيعمل لي ديتكشن الا للكومباوندز اللي بتعمل ابزوربشن عند 280 بس. طب دوت لا، ده اي كومباوند من 200 ل 800 هيعمل له ديتكشن. بمعنى كده ان هنا دلوقتي طبعا مور يونيفرسال ذان ال يو في او سنجل يو في ديتكتور. طبعا الموجود النهارده عندنا حاجه اسمها ايفابوريتيف لايت سكاترنج ديتكتور، وده يعتبر يونيفرسال ومور سبيسيفيك كمان، او يونيفرسال ومعلش مور سنسيتيف او مور سنسيتيف زان الفوتو دايود اري ديتكتور، لانه بيعمل ديتكشن لاي كميه من الكميات اللي موجوده عندنا بالنسبه للايه للبولي بيبتايدز بصفه عامه. النهارده في برضه من الحاجات اللي المفروض ان انا اكون عارفها ك مارين ناتشورال برودكتس كيمست او دراج ديسكفري كيمست، المفروض ان احنا زي ما شفنا مده شويه يا جماعه، قلنا ان انا موجود عندي مايكرو اورجانيزمز بتعيش على سبونجز، بتعيش على التونيكتس، بتعيش على الكورالز، وهي دي اللي مسؤوله عن الايه برودكشن بتاع البايو اكتيف كونستيتوينتس. يبقى معنى كده ان انا ممكن فصلنا مثلا كمثال الاكتيف كونستيتوينتس اللي موجوده عندنا في الابليديوم مثلا،
اللي هي نوع من انواع التونيكت. وبعد كده جينا نفس الجين كلاستر اللي موجود عندي ما لقيناش فيه جين كلاستر في قلب الابليديوم كتونيكت. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في مايكرو اورجانيزمز عايشه على الابليديوم. المايكرو اورجانيزمز دي هي دي اللي مسؤوله عن انتاج الاكتيف كونستيتوينتس اللي هو الابليديم. يبقى معنى كده ان انا ممكن اعمل مايكروبيال كالشرنج، افصل المايكرو اورجانيزمز وبعد كده اعمل لها كالشرنج، وبعد كده ممكن افصل الجين كلاستر المسؤول عن البايوسنس بتاع الابليديم منها. يا اما الحاجه الثانيه ممكن اعمل لها هي كالشرنج، وزي ما بنشتغل في مايكروبيولوجي بعملها اصلا يعني جروس وبديها نيوترينت ميديا، هي تديني البايو اكتيف كونستيتوينتس اللي موجوده عندنا. طبعا عشان نبقى عارفين برضو يا جماعه ان انا لو جبت 1 مللي من السي ووتر وعملت له كالشرنج مش هينمو منه الا 0.1% من المايكرو اورجانيزمز اللي عايشين فيه. يبقى معنى كده ان هنا دلوقتي 1 على 1000 تقريبا من المايكرو اورجانيزمز هي اللي او انواع المايكرو اورجانيزمز هي اللي هتنمو والباقي مش هينمو. دي برضو تكنيك او يعني نوع من انواع الديسادفانتجز الخاصه بالمايكرو اورجانيزمز اللي موجوده عندي في السي ووتر، لان معظمهم ما بينموش في النيوترينت ميدياز اللي انا متعود عليها. طبعا موجود عندنا حاجه اسمها اصلا هاي ثروبوت سكريننج. يعني ايه هاي ثروبوت سكريننج؟ المفروض ان انا في الحاله ديت مثلا ممكن اعمل 200 300 400 كالشرنج ميديا او نيوترينت ميدياز، وبعد كده اعمل اصلا كالشرنج للمايكرو اورجانيزم. والله لو في حاجه هتنمو يبقى هتنمو، لو ما فيش حاجه مش هتنمو يبقى مش هتنمو. يبقى انا بقى ايه بخلص بالعربي كده عمليه الميكروبيال جروس سكريننج في وقت صغير قوي، لان حاسس 400 نيوترينت ميديا فخلاص بالعربي كده الكميه اللي او اي نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز هتنمو على سيرتن تايب هتنمو، مش هتنمو على بقيه الانواع مش هتنمو. هنا بدل ما كنت هعمل كل شويه مثلا كمثال يعني اعمل نيوترينت ميديا واشوف هل هتنمو عليها ولا مش هتنمو. خلاص النهارده ما انا طب اعمل نيوترينت ميديا تاني، طب تالت يوم نيوترينت ميديا تالت رابع خمسة. لا انا هنا في الحاله دي انا بعمل 200 300 نيوترينت ميدياز، بعمل كالشرنج للسي ووتر اللي موجوده عندنا واشوف هتنمو المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده ولا مش موجوده. يبقى انا كده خلصت مثلا في يوم وعرفت المايكرو اورجانيزمز هتنمو ولا مش هتنمو. ده بيسموه هاي ثروبوت سكريننج بالعربي كده، بشوف هل الميكروبس هتنمو على النيوترينت ميدياز ال 300 او 400 اللي انا عملتهم ولا مش هتنمو. طبعا اللي هينمو بعد كده المفروض ان انا بعد كده النيوترينت ميديا دي هي دي اللي انا هستخدمها وابدا اشتغل عليها وافصل بيها الميكروبس او الميكروب اللي نما عليها هي. وبقيه الميكروبس طبعا لحد دلوقتي مفيش تكنيكس اقدر انمي بيها المايكرو اورجانيزمز اللي ما بتنموش على الميدياز بتاعتي. ازاي بتعرف على المارين بولي بيبتايدز؟ لو انا فصلت مارين بولي بيبتايدز الحاجه الاولانيه طبعا ممكن بنين هادرين. بنين هادرين طبعا كان احنا عارفين كويس قوي يا جماعه ان هو كان بيدي مع الامينو اسيدز بيدي بيربل تو فايولت كلر. يعني الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا اللي هي البروتون ان ام ار. البروتون ان ام ار انا موجود عندي كذا حاله. طبعا لو انا موجود عندنا هنا زي ما احنا شايفين ان اتش وجنبها امايد، دي المفروض بتظهر تقريبا عند حوالي 6.8 ل 6.9 بارت بير مليون. يبقى معنى كده ان انا موجود عندنا هنا لو ظهر في الرينج ما بين 6.8 ل 6.9 بارت بير مليون ظهر سيجنال، يبقى موجود عندي ان اتش جروب موجوده في امايد. طب لو ظهر 2 سيجنالز يبقى موجود عندي 2 ان اتش جروبس. طيب انا لو موجود عندنا برضو عشان نبقى عارفين هنا يا جماعه، لو انا موجود عندي هنا ظهر لي يعني انا لو موجود عندي 2 امينو اسيدز ماسكين في بعض، يبقى مؤكد ان انا هيبقى موجود عندنا ان اتش جروب واحده بس ما بين ال 2 امينو اسيدز او بعضها، يبقى امايد جروب. هنا الامايد جروب اللي موجود عندي هتظهر لي كمان سيجنال عند 6.8 ل 6.9. طب لو كان موجود عندنا اكتر يعني 2 سيجنالز يبقى انا موجود عندنا 3 امينو اسيدز ماسكين مع بعض. دي بالنسبه لاول حاجه موجوده عندي اللي هي البروتون ان ام ار. طبعا الكربونيل جروبس ما بتظهرش في البروتون ان ام ار، يعني تظهر لي طبعا في الكربون 13، ولكن عشان نكون عارفين يا جماعه الكربون 13 بتاعت الكربونيل في استر جروب او في امايد جروب المفروض انها بتظهر تقريبا من حوالي 165 لحوالي 173 تقريبا، بس مفيش فرق كبير. فبالتالي الكربون 13 ان ام ار مش تقدر تفرق لي ما بين الكربونيل جروب اللي موجوده في استر ولا الكربونيل جروب اللي موجوده في امايد جروب. يبقى موجود عندنا ماس سبيك. ماس سبيك بيديني الملوكولار ويت بتاع الكومباوند طبعا،
وانا هنا احنا شرحناه قبل كده لو احنا فاكرين ان انا ممكن بستخدم اصلا يا جماعه ما اقدرش استخدم الالكترون امباكت ماس سبيك، لان الالكترون امباكت بيكسر لي كل الامينو اسيدز، ده مش كده كمان ده بيكسر لي الامينو اسيدز نفسها ويديني فراجمنتس. ابص الاقي بالعربي كده فتافيت، فتافيت دي مش هتدلني على حاجه، هتدلني على المولكيولار ريتس بتاعت فراجمنتس وخلاص على كده. انما لو موجود عندي هنا في حاجه شرحناها برضو لو احنا فاكرين الالكتروسبيري ايونيزيشن او الفاست اتوم بومباردمنت، بيعمل لي ايه؟ بيكسر لي مثلا على سبيل المثال اول امينو اسيد موجود عندنا مثلا كمثال برضو يا جماعه. لو انا موجود عندي هنا اكزامبل ايزوليوسين، ايزوليوسين هيقوم كسرهولي بالشكل دوت كده ويقول لي اه والله ده انت موجود عندك مثلا كان المولوكيولار ريت بتاع الكومباوند 1000 مثلا، ده ناقص 151، اه ده 151 ديت اللي هي المولوكيولار ريت بتاعت اليوسين او الايزوليوسين، يبقى انا موجود عندنا اليوسين او ايزوليوسين طبعا. بعد كده يقوم كسر لي الامينو اسيد الثاني اللي هو البرولين، ويجي يقول لي اه والله ده البرولين ده مثلا كمثال 131 مثلا، اه ده ناقص كمان 131، اه ده يبقى المولوكيولار ريت بتاع البرولين ده. بعد كده مثلا كمثال ناقص الجلايسين، اه يبقى انا عندي جلايسين كده بالطريقه دي. فبتعرف على السيكونس بتاعت الامينو اسيدز اللي موجوده عندنا من الماس سبيك لو انا استخدمت الالكترو سبراي ايونيزيشن او الفاست اتوم بومباردمنت، بينما لو استخدمت الالكترون امباكت مش هينفع، هيكسر لي كل الامينو اسيدز وبالتالي مش هحصل على اي معلومه مفيده بالنسبه ليا. طبعا انا موجود عندنا برضو عشان نكون عارفين يا جماعه دي نوع من انواع الدروباكس او الديس ادفانتجز الخاصه بالبوليبيبتايدز اللي موجوده عندنا في المارين مارين ناتشرال برودكتس او المارين دراجز بصفه عامه. كل او تقريبا يعني كل الامينو اسيدز اللي داخله في المارين دراجز او المارين ناتشرال برودكتس كلها بتبقى دي فورم او دي امينو اسيدز. الدي امينو اسيدز احنا فاكرين في البايو يا جماعه ان انا لو الكومباوند ده اتكسر واداني دي امينو اسيدز وانا خدته او حقنته في جسمي، الدي امينو اسيدز مش جسمي ما بيقدرش يتخلص منها وما بيقدرش يعمل لها ميتابوليزم، وبالتالي بيحصل اكيوميليشن وتوكسيستي. بينما الناتشرال او الحاجات اللي هي الطبيعيه بالنسبه لي انا يعني او النورمال ان انا يبقى موجود عندي في البولي بيبتايدز ال فورم امينو اسيد، لان انا موجود عندنا انزيمز بتقدر تتخلص من ال ال امينو اسيدز في جسمي، بينما ما عنديش انزيمز تتخلص من الدي امينو اسيدز. يبقى معنى كده هنا دلوقتي اصلا اي بولي بيبتايدز فيها ال امينو اسيد دي تعتبر سيف بالنسبه للهيومن، بينما لو موجود فيها دي فورم دي بتعتبر توكسيك، ودي عيب من عيوب المارين دراجز بصفه عامه او المارين ناتشرال برودكتس، ان انا لو في موجود عندنا بولي بيبتايدز بيبقى فيه حاجات كتير قوي منها امينو اسيدز انها دي فورم، دي فورم هيبقى توكسيك بالنسبه ليا. وبالتالي بيتخلصوا من الموضوع دوت ازاي؟ بيتخلصوا من الموضوع ده ان هم بيعملوا سنسز او توتال سنسز للكومباوند اللي هم فصلوه ولكن بقل امينو اسيدز، وبعد كده طبعا يستخدموه يبقى سنسيتك كومباوند عشان نبقى عارفين يعني. طيب ازاي انا اتعرف على هل انا موجود عندنا هنا البولي بيبتايد ديت فيها دي فورم امينو اسيدز ولا ال امينو اسيدز؟ اه ده موجود عندنا في نوع حاجه بيسموها اصلا ميرفز ريجنت. الميرفز ريجنت اللي موجود عندنا برضو عشان نكون عارفين يا جماعه هو يمكن عشان نكون برضو واضحين يعني ان هو المفروض بيبقى فيه هنا فلورايد وفيه فينايل الانين. لو انا هو في ديفرنت بوكس بيعملوا لهم نومنكليتشر مختلفه عن بعض. انا لو قررت ان ده فينايل الانين ممكن الرقم ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، ممكن يبقى موجود عندنا هنا 4 فلورو وموجود عندنا 3 5 داي نايترو فينايل الانين. ممكن ده تسميه من التسميات، في ناس او في كتب بتسمي من ناحيه الفلورايد يعني مش مشكله دلوقتي. انا اللي يهمني ان انا موجود عندنا هنا فينايل الانين زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. الفينايل الانين من الكاركترز بتاعته ان انا لو جبت هنا قمت جاي عامل هيدروليسيس لاي بولي بيبتايد المفروض تديني الامينو اسيدز بتاعتها. الامينو اسيدز من الكاركترز بتاعتها هنا ان انا لو حطيت عليها فينايل الانين انا حطيت فينايل فلورايد عليه الكترون دراون بالاضافه للبنزين هنا الكترون دراون، يبقى موجود عندنا الكربونيل جروب هنا تعتبر فيري سترونجلي اكتف، يبقى تعمل اتاك لاي ان اتش 2 في اي امينو اسيد يبقى هتتفاعل معاه ويديني طبعا شيفز بيز زي ما احنا فاكرين يعني. طيب يبقى معنى كده ان انا ممكن لو انا هنا عملت هيدروليسز البرنسبل يعني عملت هيدروليسز البولي بيبتايدز وبعدين حطيت عليها ميرفز ريجنت، ميرفز ريجنت اللي موجود عندنا وعشان نكون عارفين معلش هو الام اي هنا مش ام اي ميرفز ريجنت. لو انا جيت هنا بصيت هيبقى موجود عندنا فيه يا اما ال انا هنا السي او اتش اهي احنا قلنا وشفنا مده شويه يا جماعه ادي سي او اتش،
لو انا ال NH2 موجود على اليمين هسميها دي فورم، لو انا موجود على الشمال هسميها ال فورم. طيب ال COH اللي موجوده عندي هنا هنعتبرها هنا بالطريقه دي كده فوق، ال N اللي موجود عندي هنا دي موجود على اليمين الخاصه بال NH، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان دي تعتبر دي فورم. طيب هنا COH موجوده فوق، ال NH موجوده على الشمال، يبقى دي ال فورم طبعا يا جماعه. طب لو انا قمت جايب التو كومباوندز دول زي ما هنيجي نشوف كده، انا قمت جاي مثلا عندي بولي بيبتايد، والبولي بيبتايد ديت قمت جاي اعمل هيدروليسيس، وبعد كده قمت جاي عشان فعلتها مع ميرفز ريجن. هنفترض ان انا كان موجود عندنا في ديت فيها كاكزامبل يعني جلايسين وفيها ايزوليوسين، انا هقوم جايب الستاندردز الموجوده عندي، هقوم جايب شويه امينو اسيدز كلهم الدي فورم والال فورم وافعلهم مع ميرفز ريجن، فهيبقى موجود عندنا ميكشر من الدي فورم والال فورم، هقوم اعمل لهم انجكشن واعرف الريتنشن تايم بتاع كل واحد من الامينو اسيدز الموجوده عندي. طيب انا سامبل عملت له هيدروليسز وقمت جاي عامل برضو رياكشن مع ميرفز ريجنت، وبعد كده عملت انجكشن في الاتش بي ال سي زي بنظام التي ال سي بالظبط كده يا جماعه، فاقوم اقارن ما بين الريتنشن تايمز وبعضها. طب انا موجود عندنا هنا في السامبل في كومباوند الريتنشن تايم بتاعته نفس الريتنشن تايم دوت، طب الامينو اسيد ده كان ايه؟ ده كان دي جلايسين، يبقى انا عندي دي جلايسين. طب ال جلايسين هنا لا ده مش موجود عندي في السامبل، يبقى انا اللي موجود عندي في السامبل الدي فورم. طب هنا برضو بنفس الطريقه ده ايزوليوسين، دي ايزوليوسين وال ايزوليوسين. طب هنا انا موجود عندنا السامبل فيه ايه يا جماعه؟ ده هنا نفس الريتنشن تايم او نفس هنا الايه الريتنشن داتا بالعربي كده، زي التي ال سي بالظبط اللي هو الار اف. ده يبقى مؤكد ان الكومباوند اللي موجود عندنا ده فيه دي ايزوليوسين وما فيهوش ال ايزوليوسين، يبقى معنى كده ان انا اتعرفت على الستيريو كيمستري بتاعه الايه الامينو اسيدز اللي موجوده في البولي بيبتايد بتاعتي. طيب ازاي اتعرف ان انا موجود عندي هنا اروماتيك امينو اسيدز في البولي بيبتايدز او مفيش؟ اول حاجه اليو في، لو ظهر لي في بيك ماكسيما او ابزوربشن في اليو في يبقى مؤكد ان انا موجود عندي اصلا كونجوجيتد سيستم اللي هو يعتبر اروماتيك امينو اسيدز. طب بالنسبه للبروتون ان ام ار، البروتون ان ام ار هيظهر لي هنا ان انا موجود عندنا الكربون اتش من 6.8 ل 8.2، دي بتدلني اصلا ان انا موجود عندنا اروماتيك بروتونز بصفه عامه. لو انا موجود عندنا بروتونز في الرينج اللي ما بين 6.8 ل 8.2. طيب الكربون 13، الكربون 13 لو انا موجود عندنا هنا كربون اروماتيك دي بتظهر من 110 لحوالي 160 تقريبا بارت بير مليون عشان نبقى عارفين يعني. طب بالنسبه للانفراريد، الانفراريد اللي موجود عندنا هنا انا موجود عندي السي اتش دي بتظهر من 3000 ل 3200 لو في اروماتيك بروتونز، يبقى سي اتش السي اتش اروماتيك دي بتظهر لي من 3000 ل 3200. طب لو ما فيش بيك عند 3000 او سيجنال يعني عند 3000 ل 3200 يبقى ما فيش اروماتيك امينو اسيدز. من الحاجات اللي تهمني طبعا اللي هي المارين فارماسوتيكالز واتكلمنا عليها، ان انا بجيب عينه وببدا اعمل لها سكريننج اشوف لها بيولوجيكال او فارماكولوجيكال اكتيفيتي ولا ما فيش، ودي توصلوا منها لكذا كومباوند كاكزامبل يعني. الحاجه الاولانيه طبعا اللي هو الفيدرابين والسايترابين، دول نيوكليوسايدز لقوا ان هم لهم انتي ميتابولايت اكتيفيتي في حالات الكانسر وفي حالات الفيروس طبعا الهيرب سيمبلكس طبعا والفاريسيلا زوستر. ده انا كان موجود عندنا طبعا زي ما احنا فاكرين برضو يا جماعه الحاجه من الحاجات اللي موجوده عندنا اللي هي البرينتوكسي ماب. البرينتوكسي ماب اللي موجود عندنا دوت اهو، ده كان او في الاول خالص فصلوا كومباوندز ديت دولاستاتينز، وكان منهم الدولاستاتين 10 ده بولي بيبتايد. البولي بيبتايد اللي موجود عندنا دوت الحاجه الاولانيه فيري سترونجلي اكتف از انتي ميتوتيك، وفي نفس الوقت نون سيلكتيف يعني بيصيب كل الخلايا سواء كانسر سيل او نون كانسر سيل او نورمال سيلز. قاموا جايين عاملين ايه؟ قالوا طب ما دام الكومباوند ده اكتف قوي كده طب احنا ممكن نعمل الحاجه الاولانيه موديفيكيشن، يبقى نقلل الايه يعني الاكتيفيتي بتاعته شويه نخليها مايلد. فبداوا يغيروا في الاستراكشر الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا طبعا زي ما احنا عارفين برضو يا جماعه، قالوا ما دام هو يعتبر بالطريقه دي كده نون سيلكتيف وما بيفرقش ما بين الكانسر سيل والنون كانسر سيلز او النورمال سيلز، طب احنا ممكن نحط عليه مونوكلونال انتي بادي وبعد كده طبعا يبقى سيلكتيف للكانسر سيلز اللي موجوده عندنا، يبقى انا عندي انتي بادي سبيسيفيك للانتيجين اللي موجود على السيرفس بتاع الكانسر سيل. هنا بنشوف البرينتوكسي ماب اهو، يبقى انا موجود عندنا طبعا مونوكلونال انتي بادي في لينكر وفي دراج بتاعي اللي موجود عندنا. طبعا لما انا هنا بحقن الدراج اللي موجود عندنا اللي هو بيتكون من ثلاث حاجات دول
مونوكلونال انتي بادي لينكر. والحاجه الثالثه اللي موجوده عندنا دراج، اول ما بحقنه انتروفينوس. طبعا هنا الانتي بادي اللي موجوده عندنا ده يعتبر سيلكتيف للانتيجين اللي موجود على الكانسر سيلز اهو. هنا حقنته طبعا بيبدا يدخل على السيلز زي ما احنا شايفين كده، سبيسيفيك او سيلكتيف. هنا بيبدا يحصل اتاتشمنت، وفي نفس الوقت اصلا ما بيبدا يحصل اندوسيتوزيس. اندوسيتوزيس هتدخل الايه المونوكلونال انتي بادي اللي موجوده عندنا جوه هنا اهو زي ما احنا شايفين، وموجود عندي اللينكر وموجود عندي دراج. هيبدا طبعا في بروتيوزومز انواع من انواع الانزيمز هتبدا تعمل لها هيدروليسز للمونوكلونال انتي بادي. طبعا لو المونوكلونال انتي بادي ده كان كميته كبيره يبقى مؤكد في الحاله دي ان هو هيبدا بالعربي كده يا جماعه يبدا يموت لي السيل، يحصل سيل ديث. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا هو مش قادره تتخلص منه. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا لو كان كميته قليله وانا عامل معاه لينكر ومعاه دراج، في الحاله دي هيبدا يحصل هيدروليسز ويحصل ريليز للدراج بتاعي. الدراج بتاعي ده ايه اللي هو يعتبر البرونتوكسي ماب اللي احنا قلنا عليه قبل كده، او اللي هو الدولاستاتين 10 ديريفيتيف. وبالتالي دوت هيبدا يكسر لي طبعا زي ما احنا عارفين عمليه الميتوزس، او يقفل عمليه الميتوزس اللي موجوده عندنا. وقفل عمليه الميتوزس يبقى يبدا يحصل سيل ديس طبعا اهو، هيبدا يحصل سيل ديس والخلايا اللي موجوده عندنا الكانسر سيل اللي موجوده عندنا تموت. يبقى معنى كده ان انا هنا في الحاله دي طبعا ما اتخلصت من الحاجه الاولانيه النون سيلكتيفيتي، لا ده انا خليته بقيت بقى سيلكتيف. هنا في الحاله دي اتخلصت طبعا من التوكسيستي اللي موجوده عندنا، بدات اعمل موديفيكيشن في الاستراكشر اللي موجوده عندنا. لو انا كان موجود عندنا دي فورم امينو اسيدز، لا ده انا هعمل سينسز من ال فورم امينو اسيدز، وبالتالي طبعا هيبقى موجود عندنا مفيش توكسيستي طبعا. لابرين توكسي ماب او يسموه اد سيترس اللي هو موجود عندنا طبعا يا جماعه بيسموه انتي بادي دراج كونجوجيت موجود عندنا. ده طبعا شركة أمريكية هي اللي بتنتجه دلوقتي، وبيستخدم للليمف كانسر بديل للفينبلاستين عشان نكون عارفين يعني. برضو كنا اتكلمنا على التيترودوتوكسين، واتكلمنا على الاريبيولين، اتكلمنا على الزيكونوتايد، اتكلمنا على الترابكتيدين، اتكلمنا على الابليدين، اتكلمنا عن السودوتوروسين، اتكلمنا على البوفا طبعا، واتكلمنا عليهم بالتفصيل اثناء السنة طبعا زي ما احنا فاكرين يعني. بنيجي برضو بالنسبة للحاجة التانية اللي موجودة عندنا للمارين كيميكال ايكولوجي، او البرانش التالت من المارين ناتشورال برودكتس. وكنا اتكلمنا فيه عن الانتر اكشن بتوين طبعا البفر فيش ونوع من انواع اصلا يا جماعة السودو التوروموناس اللي هي بينتج لي بعد كده التيترودوتوكسين، بحيث ان البكتيريا بتعيش ان سيمبيوزس مع الفيش وبتفرز لها حاجة بتدافع بيها عنها يعني. اتكلمنا برضو عن الاوميجا كونوتوكسين، واتكلمنا فيه عن الكون سنيل وازاي بيعمل اتاك للفيش وبيفرز لي ماده او مواد كتير قوي كونوتوكسينز. منهم كان اقوى حاجه موجوده عندنا اللي هو الاوميجا كونوتوكسين اللي هو النهارده انتج على هيئه دراج سموه زيكونوتايد او بريال. وعلى فكره في كلينيكال ترايلز في برضو انواع من الكونوتوكسينز تانية يا جماعه قريب قوي هنشوفها برضو في الصيدليات على هيئه ادويه. طبعا اتكلمنا قبل كده الدولاستاتين لو احنا فاكرين الدولابيلا لما كانت بتعيش على سيانوبكتيريا، وهم قالوا ده الدولابيلا بتفرز الدولاستاتين دوت عشان تدافع بيه عن نفسها. لا ده ايه اللي حصل؟ لا ده بتاع الموجود عندنا السيانوبكتيريا هي بعد كده اللي لقوها هي اللي بتفرز الماده عشان تدافع بيه عن نفسها من الدولابيلا اوروكيلاريا. طبعا الكلام ده شرحناه قبل كده. اتكلمنا على الابليزيا توكسين، واتكلمنا على البولي هالوجينيتد مونوتربينز اللي هو نوع الريد الجي لو احنا فاكرين لما بتفرزه عشان بتدافع بيها عن نفسها من نوع معين من انواع السي هيرز برضو يا جماعه. والبولي هالوجينيتد مونوتربينز لقوا ان لها فيري سترونج سايتوتوكسيك اكتيفيتي، الكلام ده احنا شرحناه قبل كده. برضو اتكلمنا عن البراين شريمب اجز وازاي لما بحط عليها بنسلين عشان اموت كل حاجه موجوده عليها، وخصوصا اللي هي المايكرو اورجانيزمز اللي هي الالتروموناس اللي هي نوع من انواع جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزمز، بيبدا ما يحصلش هاتشنج لان الفانجل او الفانجاي او بيحصل فانجل انفكشن. يبقى معنى كده ان انا كان عايش اصلا على البراين شريمب لو احنا فاكرين طبعا اهو يا جماعه، كان بيبقى عايش على البراين شريمب اجز نوعين من انواع المايكرو اورجانيزمز، نوع من انواع الفانجاي ونوع من انواع الالتروموناس. وجينا قلنا ان انا لو جبت هنا البراين شريمب اجز لوحدها وسبتها كده في السي ووتر هيحصل 80% هاتشنج.
لان انا موجود عندنا في تو او نوعين من المايكرو اورجانيزمز، نوع من السودو التورومونس، لقوا انها بتفرز ماده بتموت الفنجاي. طب لو انا جيت حطيت انتي بيوتيك، الانتي بيوتيك بيموت لي الالتورومونس، موت لي الالتورومونس طبعا، لان احنا فاكرين هو بيأثر على البيبتيدو جلايكين اللي موجود في السيل، ما بين السيل وول والسيل ممبرين طبعا يا جماعه، فبيموت لي طبعا الالتورومونس، وبالتالي هبص الاقي الفنجاي هي اللي بتنمو، الفنجاي بتعمل اتاك للاجز، وبالتالي بيحصل 0% هاتشنج. قاموا جايين عاملين ايه؟ قالوا طب احنا لو جبنا البراين شريمب اجز وغسلناه بنسلين يبقى انا موت كده الايه؟ الالتورومونس. طب اقوم جاي عامل ايه تاني؟ اقوم جاي حاطط عليها سي ووتر، واقوم حاطط عليها الالتورومونس اكستراكت، لقوا ان بيحصل 60% سرفايفل او هاتشنج. وايه اللي بيحصل؟ ده الاكستراكت ده لقوا ان فيه كومباوند، الكومباوند اللي موجود عندي دوت يعتبر ليه انتي فانجل اكتيفيتي، وبالتالي بيمنع الفنجاي من انها تعمل اتاكس للاجز مره ثانيه. وده كومباوند من الكومباوندز اللي موجود عندي اللي هي ليها فيري سترونج انتي فانجل اكتيفيتي. طبعا اتكلمنا على ستايب اول دايون، وقلنا لو احنا فاكرين طبعا يا جماعه ان كان في نوع من انواع البراون الجي اسمه ستايبوبوديوم زونيل. الستايبوبوديوم زونيل دوت المفروض ان السنيلز ما بتستجريش تقرب منها، او لا تجرؤ انها تقرب منها. ليه؟ لقوا انها ليها اكتيو توكسيك اكتيفيتي، او تاثير قاتل للسنيلز. لما جم اشتغلوا عليه وفصلوا كومباوندز لقوا ان في كومباوند اسمه ستايبول دايون، ده نوع من انواع الدايت تربين، كيتون كومباوند اصلا. معاه الكومباوند دوت ليه فيري سترونج يعني اكتيو توكسيك اكتيفيتي، لقوا ان هو ليه اكتيفيتي بيأثر على الصوديوم شانلز هو اخر، زي ما كان التيترودو توكسين بيعمل ريسبيراتوري كولابس، ده برضو بيعمل ريسبيراتوري كولابس للسنيلز وبالتالي بيموتها. يبقى معنى كده ان الكومباوند ده انا ممكن استخدمه كليد دراج، ان انا الحاجات بقى اللي هي صوديوم شانل بلوكينج اكتيفيتي، زي مثلا على سبيل المثال لوكال انستيكس، وزي الانسكتسايدلز لو في لارج دوز طبعا، وممكن كمان انتي كونفالسنت في سمول دوز. يعني معنى كده ان انا ممكن الاقي دواء جديد قريب من الحاجات اللي موجوده عندنا دي. طب انا كنا اتكلمنا عن موضوع تاني كده لو احنا فاكرينه برضو، ان انا الناتشرال برودكتس اللي طالعه من مارين كرييتشرز بصفه عامه عشان انتجها في السوق انا محتاج كميات كبيره قوي 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 من المارين اورجانيزم، هل ده هقدر احصل عليه؟ مش هقدر احصل عليه. فبالتالي في الترناتيف سورسز او سورسز اوف ذا بايو اكتيف مارين كومباوندز. زي ايه كده يا جماعه؟ انا ممكن ايه اجيب المايكرو اورجانيزم اللي موجود عندنا او الاورجانيزم واعمل له كالشرنج عندنا. كنا اتكلمنا لو احنا فاكرين طبعا في اكتينيسيديا تربناتا، قلنا ان هي بتنتج لي اصلا الكومباوند اللي هو الترابكتيدين. قلنا ان شركه فارما مار الاسبانيه اللي هي بتشتغل تحت امره شركه جونسون اند جونسون قاموا حاولوا يعملوا ايه؟ طب احنا ممكن نجيب اللي هو الاكتينيسيديا اللي موجوده عندنا دي تيركت، وبعد كده عمل لها كالشرنج عندي في المعمل، بس الكلام ده ما لم يكن كافي الا عشان يعملوا كلينيكال ترايلز بس يا جماعه. ولكن بعد كده الترابكتيدين بداوا يعملوا له سيمي سينسز، وشرحناه قبل كده ان هو في نص منه بيض او نص الكومباوند او تلتينه تقريبا بيطلع منه من المايكرو اورجانيزمز، هم الكومباوند سموه سافراسين بي. وبعد كده هم بيكملوا يعملوا سيمي سينسز للترابكتيدين، او ممكن يحصل توتال سينسز، وكده شرحناه قبل كده لو احنا فاكرين طبعا يا جماعه، ان انا موجود عندنا هنا الهاليكوندرين بي بعد ما فصلوه من الاسبونج بداوا يعملوا له توتال سينسز وعملوا ستراكشرال تريننج شرحناها المره اللي فاتت او شرحناها قبل كده. يبقى معنى كده ان الكومباوند اللي موجود عندنا ممكن اعمل له اصلا توتال سينسز لو هو كان سامبل في الايه في السينسز بتاعته. ممكن كمان اضطر ان انا اعمل له توتال سينسز لسبب، زي ما هنا دلوقتي في حاله الهاليكوندرين هم جم يعملوا ايه يا جماعه؟ جم في الاول خالص جابوا الهاليكوندريا عشان يفصلوا منها الجين كلاستر عشان يعملوا بايو تكنولوجي، ما عرفوش ما لقوش ان السبونج هو اللي بينتج لي او بيعمل له بايو سينسز للهاليكوندرين بي. جم يعملوا مايكروبيال كالشرنج، احنا قلنا قبل كده ان 0.1 بس بيرسنت من المايكرو اورجانيزمز هي اللي بتنمو على السيرفس اللي موجوده عندنا طبعا.